السلام عليكم. فرضت ميليشيا الحوثي قيوداً وحصاراً جديداً على المسافرين من وإلى العاصمة صنعاء، فقد أصدرت تعميماً لشركات ووكالات النقل الداخلية يقضي بالرفع بأسماء المسافرين وبموجب هوياتهم، على أن ترفع تلك القوائم لمندوبي الميليشيا قبل السفر على الأقل بست ساعات. وفي السياق ذاته نفذت ميليشيا الحوثي حملة اعتقالات كبيرة طالت العشرات من أصحاب مكاتب النقل الداخلي بصنعاء بحجة عدم دفع الضرائب. تتكامل الصورة لتتضح معالمها التي تصب في اتجاه حرمان المواطن من حق السفر وجعل صنعاء معتقلا كبيرا. تمضي ميليشيا الحوثي كسلطة قمعية مستخدمة تركة دولة من أجهزة أمنية ومخابراتية ورثتها من المخلوع وسخرتها لقمع معارضيها وحصارها والتنكيل بهم، غير أن القبضة الأمنية تلك امتدت لتطال المواطنين في أرزاقهم وحياتهم. تتسع مخاطر إدارة بلد من قبل عصابة جندت في معركتها كل اللصوص والمجرمين وأصحاب السوابق، فما الذي يتوقع منها سوى التضييق على المواطن والتنكيل به؟ مشاهدينا الكرام، عن الإجراءات الجديدة التي تفرضها ميليشيا الحوثي على السفر بصنعاء والقيود المفروضة على سفر المواطنين بكل المحافظات الخاضعة لسيطرتها واعتقال أصحاب مكاتب النقل ستكون حلقة هذا المساء. نستضيف فيها الصحفي والناشط الحقوقي محمد الأحمدي، وسينضمه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير. أهلا بك معنا في هذه الحلقة، وقبل أن نبدأ حوارنا كالعادة نذهب لمشاهدة هذا التقرير. أن يقال صنعاء مدينة محكومة باللصوص فذلك ليس عبثا، فآخر شواهد جريمة وقوع صنعاء تحت قبضة الحوثي هو حملة اعتقالات واسعة طالت أصحاب مكاتب النقل في العاصمة وفرض حصار على التنقل في مناطق سيطرتها، حيث فرضت ميليشيا الحوثي إجراءات رقابية على المسافرين المغادرين من صنعاء وألزمت شركات النقل بتسليمها كشوفات بأسماء المواطنين قبل ست ساعات من سفرهم، كما تم منع سفر المواطنين الذين لا يحملون بطاقات آلية أو جواز سفر، كما تم منع سفر أي أجنبي داخليا أو دوليا إلا بتصريح من مباحث العاصمة. هذه الإجراءات تمضي في سياق تقييد حركة المواطنين من وإلى العاصمة صنعاء، والذي كانت قد بدأته ميليشيا الحوثي منتصف العام المنصرم. خطوات من شأنها فرض قيود تعطل حركة الناس وتجعل من صنعاء مدينة مغلقة على سكانها. يقول مراقبون إن ميليشيا الحوثي تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تعقب قيادات حزب المؤتمر. آراء أخرى تذهب إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو منع سفر القيادات وابتزاز المسافرين واعتقال من يريدون بهدف استخدامهم في صفقات تبادل الأسرى وابتزاز أسرهم، غير أن الأمر امتد إلى ما هو أبعد من ذلك. فمؤخرا نفذت ميليشيا الحوثي في صنعاء حملة اعتقالات كبيرة طالت العشرات من أصحاب مكاتب النقل الداخلي، ولكن هذه المرة بحجة عدم دفع الضرائب. العشرات من أصحاب المكاتب وموظفيهم تم إيداعهم في سجن خاص بهم في شارع خولان. يزداد المشهد في صنعاء سوءا يوما بعد آخر، حيث يعيش السكان خوفا وجوعا وأزمات متلاحقة إلى جانب مخاطر الحرب نفسها. يأتي الحديث عن تضييق الحركة ليشكل انتهاكا إضافيا يضعه الانقلابيون في رصيد حربهم ضد المواطنين، فالحاكمون في صنعاء هم انقلابيون والانقلاب لا يلتزم بأي قوانين أو أنظمة. إذن أستاذ محمد، بالتأكيد تابعت عملية اعتقال الحوثي لمجموعة من أصحاب وكالات النقل بصنعاء، قبل فترة أيضا سمعنا بوجود ضرورة قوائم تمد بها ترفع للمشرفين الحوثيين لكي يتم السماح للمسافرين أو لا، كيف تتابع هذه العمليات؟ شكرا لك أخت آسيا، مساء الخير للمشاهدين. في الحقيقة هذا الموضوع الذي يناقش الليلة في المساء اليمني حول إجراءات التضييق على حرية التنقل التي تمارسها ميليشيات الحوثي هو تسليط الضوء على واحد من أو على زاوية ربما غير مرئية لكثير من مجموعات حقوق الإنسان والمتابعين للشأن اليمني. مسألة الحريات أو التنقل هي واحدة من الحريات الأساسية
نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ليس فقط في إطار أو في حدود إقليم الدولة، ولكن أيضاً في على مستوى العالم. حرية التنقل للأشخاص يعني واحد من الحقوق المكفولة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني أيضا. هذه المناطق التي تفرض الميليشيا الحوثية قبضتها عليها بالحديد والنار هي أشبه أيضا بسجن كبير للمواطنين بسبب هذه الإجراءات التي تفرضها الميليشيات، سواء من خلال هذه الخطوات التي تحدث عنها التقرير، وهي طلب معلومات المسافرين قبل تنقلهم إلى مدينة أخرى، أو غيرها من الإجراءات مثل نقاط التفتيش، وأيضا حتى النقاط الخاصة بالجبايات والإتاوات سواء تحت مسمى الضرائب أو الجمارك في مداخل المدن. هذه كلها أيضا إجراءات للتضييق على حرية التنقل للسكان وأيضا للتجارة وأعمال الناس. وبالتالي هذه الممارسات تسبب ضيق كبير للمواطنين وللسكان وتجعل حياتهم في جحيم في الحقيقة. ما مدى خطورة هذا الأمر؟ يعني انتهاك حق التنقل بالنسبة للناس إلى ما يؤدي؟ يعني هذه الميليشيا في الحقيقة وإن كانت في مجمل ممارساتها سلوك انقلابي بطبيعة الحال، سلطة انقلابية، لكن الذي يميز هذه الميليشيا عن غيرها من ربما السلطات الانقلابية في التاريخ السياسي أنها سلطة منفلتة أيضا من القانون ومن الأخلاق والقيم والسياسة، لا تتحمل أي أو ليس لديها أي شعور بالمسؤولية تجاه السكان وتجاه أيضا ممارسة السلطة بحد ذاتها. هي مجموعة أو منظومة لصوص منفلتة، بعضهم من خريجي السجون وبعضهم منبوذون في المجتمع في الحقيقة أو أكثرهم، وهؤلاء عندهم إعاقات فكرية كبيرة تم شحنهم على مدى يعني سنوات وربما عقود بالأفكار الطائفية والمذهبية ومفاهيم العنف واحتقار المجتمع والنظر إلى حقوق المجتمع وإلى حياة المجتمع باعتبارها أمورا زيادة على حاجة الناس. للأسف الشديد هذه الثقافة التي تغذت منها هذه الميليشيا تلاحظ بشكل واسع من خلال ممارساتها اليومية بحق السكان، ومن خلال أيضا هذه الممارسات التي لا تمت إلى أعراف اليمني وأعراف المعروف يعني على الأقل بتقاليده وأعرافه. إلى ماذا ترمي هذه السلطة في الحقيقة؟ إلى فرض يعني واقع قمعي رهيب في حق المجتمع. لنا أن نتصور أنه لا يحق للمواطن اليمني داخل العاصمة صنعاء أن يتنقل من مقر إقامته إلى مقر إقامة أخرى إلا بضمين أو معرف لدى عاقل الحارة وبإشراف المشرف الحوثي الأمني على المربع الأمني الذي يقع يعني في إطار هذا المحل السكن أو عنوان السكن. يمكن القول إن إجراءات الميليشيا الحوثية في الوضع الطبيعي للدولة من خلال توثيق مقر السكن أو العنوان يمكن أن يكون إجراء طبيعي لدولة قائمة فيها أجهزة أمنية قائمة وفيها نظام وفيها خدمات للناس، لكن ما يتعلق بإجراءات الحوثيين هو فقط سلوك يهدف إلى مزيد من توطين مشروع الجماعة الحوثية في المجتمع وتشبثهم بالسكان كرهائن، وهو ناتج في الحقيقة أيضا عن حالة من الخوف والقلق لدى هذه الميليشيا من أي انتفاضة محتملة ضد سلطتهم القمعية القهرية الفاشية واللصوصية، وبالتالي يتخذون هذه الإجراءات وهي في الحقيقة إجراءات ليست عبثية. وأظن أن وراء مثل هذه الإجراءات المشددة هي خبرات ربما إيرانية أو غيرها، بالإضافة أيضا إلى الماضي التاريخي لميليشيا الحوثيين من خلال الحكم الإمامي والكهنوتي الذي كان في ممارسته بالجملة يعني لا يختلف كثيرا عن ممارسات الحوثيين اليوم، ولكن اليوم الحوثيون استفادوا أيضا من تجربة النظام الإيراني في القبضة الحديدية الأمنية على المجتمع وأصبحوا أكثر خبرة ودراية، وأيضا كما أشير في التقرير استفادوا أيضا من موروث
النظام صالح من إمكانيات نظام صالح الذي تحالف معهم وسلم لهم البلاد وأجهزة الدولة والأمن والاستخبارات وحياة اليمنيين ومستقبلهم وحاضرهم، ثم في الأخير تخلصوا منه وأصبحوا بمقدورهم أن يكونوا هم السلطة الوحيدة الآن القائمة في البلاد، ويمارسون كل هذه السياسات وكل هذا التضييق على حرية التنقل للمواطنين. يعني حتى على مستوى أيضا إذا أراد أحد المواطنين اليمنيين أن ينتقل للعيش في منطقة أخرى لا يستطيع أن يأخذ عفشه إلا بإذن من المشرف الحوثي، ويتم توقيفهم في النقاط وفي نقاط التفتيش بشكل وامتهان كرامة الناس في الحقيقة. نعم، سنتحدث عن نقطة يعني توقيف بعض الناس المتجهين لبعض المناطق التابعة للشرعية، ولكن اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف السيد نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان من جنيف. مساء الخير أستاذ نبيل. مساء النور، أهلا بك معنا أستاذ نبيل. بالأمس اعتقل الحوثيون العديد من يعني أصحاب مكاتب النقد، كيف تتابعون مثل هذه الانتهاكات؟ بداية مساء الخير لك ولجميع السادة المشاهدين ولمن معك في هذا البرنامج. طبعا هو انتهاك آخر تضيفه الميليشيات لسلسلة الانتهاكات التي يقومون بها. هم يعني يوما بعد يوم يضيقون الخناق على المواطنين، يحاولون أن يجعلوا الحياة عبارة عن حالة صعبة جدا، يضيقون على حياة الناس. ما يحدث فيما يخص الغاز المنزلي الآن وسياسة التجويع، سياسة الإفقار، سياسة الجهل، كل هؤلاء هذه الآن تمارس أيضا بشكل أو بآخر ضمن قضية حرية التنقل. حرية التنقل تعتبر من البديهيات الأساسية عندما تضيق الأمور على الناس، يعني لا يكون لهم إلا أن يقومون بالانتقال إلى منطقة أكثر أمنا أو أكثر سلامة للمعيشة. ها هم الآن حتى هذا الجانب يفرضون على الناس أن يجعلوهم تحت سيطرة هذه الميليشيات ومنعهم من التحرك بهذه القيود الإضافية. كل واحد فيهم الآن أصبح يمارس لعبة التضييق على الناس. نعم، بطريقته ومن مكانه. نعم أستاذ نبيل، يعني الحوثيون يمنعون حق التنقل للمواطنين، وأصبح الخروج من المناطق التي يسيطرون عليها إلى مناطق أخرى كمأرب أو عدن، وكأنه يسافر إلى بلد جديد يعني أو دولة أخرى. وضع هذه الحدود كيف يؤثر على حياة الناس؟ بالتأكيد تصبح الحياة كارثية وسط هذا الوضع المأساوي. عندما تتحول حياة الناس من أجل أن ينتقل من منطقة إلى منطقة داخل الدولة يحتاج إلى أكثر من 10 و12 ساعة للوصول لمناطق أخرى، هذا في الفترات الماضية، فما بالك الآن وقد صدر مثل هذه التعميمات القذرة التي لا تؤدي إلا إلى إيصال الناس إلى مرحلة من الكراهية حتى الحياة والتواجد فيها. نعم أستاذ نبيل، يعني نلاحظ أن مثلا مطار صنعاء مغلق أمام المسافرين جوا، الحوثيون يترصدون للمسافرين برا، بينما قياداتهم تستطيع التحرك بكل يسر وسهولة إلى كل أقطار العالم، لا يقف أمامها حائل لا التحالف ولا أحد. كيف يمكن يعني وضع أي حلول لهؤلاء المواطنين، خاصة يعني في الأمور التي قد يكون لديكم يعني ضلعا فيها أو مسؤولية نوعا ما، خاصة مسألة المطار مثلا، أي أمور قد تسهل للناس حركة الدخول والخروج بعيدا عن سلطة الحوثيين؟ الحكومة الشرعية لم تقف حائلا حتى في موضوع فيما يخص موضوع المطار. يعني كان هناك شروط سهلة جدا، وكان على الأمم المتحدة أن تتولى هذا الأمر، بأن تتولى هي إدارة المطار على أساس ألا يتحول المطار كما كان، لو تذكرين أختي العزيزة، قبل يعني في الفترة الأولى من الانقلاب تحول المطار إلى مجرد ممر دولي مستمر ما بين صنعاء وطهران، رحلتان يوميا إلى طهران، وتكونت هذه القيادات الإيرانية الموجودة الآن وقيادات حزب الله الموجودة لدى الميليشيات الحوثية.
هم يريدون أن يجعلوا المطار مرة أخرى معبر لهذه. نعم، ولكن يعني أنا كنت يعني ما بعد التحالف يعني كان هناك إشراف وتشديد خصوصا بالتفتيش في مطار بيشا. عموما أستاذ نبيل، يعني قبل أيام كان لكم اجتماع مع لجنة الخبراء التي زارت عدن وزارت أيضا صنعاء، ما هو انطباعها الأولي؟ نحن أردنا أن نتعامل بطريقة أخرى مع لجنة الخبراء. أولا نحن رحبنا بلجنة الخبراء بشكل كبير جدا وقدمنا لهم تقاريرنا وقلنا لهم لن نتحدث نحن، نحن سنترك الضحايا هم يحدثونكم. وبالفعل عقدنا لقاء ما بين يعني شارك في اللقاء ممثلا عن أسرة الوزير محمود الصبيحي وهو ابنه، بالإضافة إلى حضور ممثلات عن رابطة أمهات المختفين والمعتقلين واللاتي تحدثنا مع لجنة الخبراء، بالإضافة إلى تحرك لجنة الخبراء في كل الأماكن التي طلبوها في عدن. الآن نحن نقول أن لجنة الخبراء اطلعت على الوضع فيما يخص الملفات الموجودة لدى اللجنة الوطنية وهي الآن موجودة في صنعاء، وعليها أن تتأكد من كل ما لديها من معلومات، ونحن نثق بأنها لجنة لديها قدرة من أولا لديها من الاستقلالية ولديها من القدرة أن تقدم عملا حقوقيا متميزا. نعم جميل. إذن أستاذ نبيل، هل تستطيعون رصد كل الانتهاكات التي تطال المواطنين القابعين تحت السيطرة ميليشيا الحوثي أو على الأقل جزء كبير منها؟ نحن لدينا الآن ونسعى بشكل مستمر إلى توسيع فروع الوزارة في المحافظات، ولدينا عدد من الراصدين وعدد من الناشطين، ونتعامل مع كثير من منظمات المجتمع المدني التي تمدنا بالمعلومات، وعليه نحن لدينا ما يسمى بالمبادئ التوجيهية للرصد والتوثيق التي على ضوءها نعد تقاريرنا التي نقدمها للجهات الدولية، وهو من ضمن ما سنقدمه في هذه المرحلة في جنيف في لقاءاتنا مع الجهات الدولية في إطار الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من جنيف. أعود إليك أستاذ محمد. أستاذ محمد، كنا نتحدث عن مسألة رفع كشف بأسماء من يريدون السفر على الأقل قبلها بست ساعات، عدم قبول بعض الأسماء حسب الهويات، أيضا إيقاف الذاهبين إلى مأرب وتركهم. يعني سمعنا قصصا أنهم يتركون في العراء لأنهم سيذهبون إلى عند المقاومة كما يقال، كيف يمكننا الحديث عن هذه النقطة؟ يعني في الحقيقة هو جزء من هذه المشكلة في إعاقة أو عرقلة أو مصادرة حق حرية التنقل للمواطنين. أخت آسيا، يعني في الشريعة الإسلامية هناك مبدأ مهم أو يعني عقوبة مشددة في حق من يترصد للناس في الطرقات ويعترض طريق المسافرين ويعيق حركتهم، هذه تسمى حد الحرابة في الشريعة الإسلامية. هؤلاء الذين يدعون أنهم يعني لهم خصوصية أو أن لهم قرابة بالرسول الكريم أو بالقرآن كما يدعون، وهم يعني أين تذهب منهم هذه المفاهيم يعني البسيطة المعروفة؟ يعني حد الحرابة حد معروف، وبالتالي هؤلاء قطع طرق يعني في الحقيقة عندما يترصدون للناس في الطرقات ويمنعونهم من التحرك بحريتهم في المحافظات. لأن الإشكالية أن إعاقة حركة الناس أيضا يرتبط بها حقوق أخرى، يعني هناك أشخاص لهم أقارب في مناطق أخرى ويودون زيارتهم، وبالتالي هذه تقطيع أيضا لأواصر القربة. هذه الميليشيا لم تدع جريمة من الجرائم في حق الإنسانية وحق المجتمع اليمني إلا وارتكبتها وأمعنت في ارتكابها وممارستها بشكل فج ومن غير أي شعور بالمسؤولية، يعني بشكل منفلت للغاية. يعني عندما تطالب الناس أو شركات النقل برفع أسماء الأشخاص المسافرين داخل إطار، هذا لم يحدث في تاريخ أي بلد، يعني أن يطالب الناس بتقديم أسمائهم لسلطة حتى وإن كانت سلطة معترف بها يعني وسلطة شرعية، لا يمكن أن نقبل أو يقبل الناس بهذا السلوك. يعني لماذا يتم التضييق على الناس بهذا الشكل؟ هو فعلياً
هذا السلوك يعني ينم عن أن هذه الميليشيات تتعامل مع المجتمع اليمني، كل المجتمع اليمني باعتباره متهم، باعتبار الناس كلهم متهمون وكلهم مطلوبون أمنيا لهذه الميليشيا. هذه الإجراءات الاستثنائية أحيانا تتم في إطار ضيق جدا عندما يكون هناك أشخاص مطلوبون أمنيا، وبالتالي لا يحق لهم، رغم أنه إجراء أيضا استثنائي في بعض الإجراءات، لا يحق لهم الانتقال إلى محافظة أخرى إلا بإذن من الإجهزة الأمنية، لأنه يكون لديهم قضية منظورة في المحكمة أو ما أشبه ذلك. لكن أن يتم التعامل مع مجتمع مع ملايين من البشر على أنهم مطلوبون أمنيا أو أنهم متهمون، فنحن أمام في الحقيقة جماعة فاشية بكل ما تعنيه الكلمة، وهي يعني بهذا السلوك تعترف على نفسها وتقر بأنها خصم وعدو لدود للمجتمع اليمني. وكما أشرت، يعني عندما يتم إعاقة وصول الناس إلى مدن أخرى، في هذه المدن يوجد فيها أقارب للناس، يعني اليمن المجتمع اليمني كله مجتمع متداخل، الآن أصبحت مأرب يعني هي ملاذ آمن لليمنيين في من كل المحافظات، أصبحت يعني توفر للناس على الأقل الحد الممكن من الأمن والخدمات الأساسية، ويجد الناس فيها معايشهم، بينما في مناطق سيطرة الميليشيا أصبح الوضع لا يطاق، لا يوجد مرتبات، لا توجد خدمات، بل تفشي لأمراض وأوبئة خطيرة الآن، وحتى الميليشيات أصبحت تتكتم عن تفشي بعض الأوبئة والأمراض في مناطق سيطرتها، ومع ذلك تفرض على الناس البقاء في تحت سطوتها. هو سلوك فاشي، تحاول هذه الميليشيا إفراغ أحقادها المتراكمة والدفينة تجاه المجتمع من خلال هذا السلوك العدواني في الحقيقة ضد المجتمع. إذن هناك أيضا المسافرين الذاهبين باتجاه عدن أستاذ محمد، يتعرض بعضهم للمنع في منطقة الضالع للأسف من قبل الحراك الانفصالي، يعني هل يعني هذه الإشكالية التي تواجه المسافرين سواء في الشمال أو في الجنوب، إلى أين يذهب المواطن البسيط وهو في كل اتجاه يريد أن يذهب إليه يعني يلاقي جحيما يترصده؟ يعني في الحقيقة، وهذا السلوك أيضا الذي تمارسه بعض قوات الحزام الأمني في بمنع المواطنين من التنقل أو الذهاب إلى العاصمة المؤقتة عدن، لا يختلف أيضا من حيث الجوهر عن سلوك الميليشيا الحوثية في منع أيضا إعاقة حركة المواطنين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها. لكن نقول على الأقل بالنسبة لهذه القوات الأمنية، ربما هناك نوع من التعبئة الخاطئة المناطقية تجاه أبناء المحافظات الشمالية، وأعتقد أنه يتوجب على السلطة الشرعية وعلى التحالف العربي أن يكون هناك نعم نوع من التوعية لأفراد القوات الحزام الأمني باحترام القانون. وقبل ذلك يجب أن تكون هذه القوات في الحقيقة خاضعة لقانون وزارة الداخلية، وأن يتم تشديد الرقابة على سلوكها وممارساتها. أيضا لا ننسى أخت آسيا أنه يعني قد يجد لهؤلاء، أو وإن كان هذا المبرر يعني غير صحيح، أنهم يتذرعون باجتياح ميليشيات الحوثيين لمناطق الجنوب ويعني تدميرها، وبالتالي يمارسون هذا السلوك بمنع تنقل المواطنين كإجراء أمني لمنع تسلل الميليشيا الحوثية إلى المناطق الشرعية. في كل الأحوال هذا السلوك لا يمكن يعني أن يكون يعني مقبولا، هو سلوك في الحقيقة يخالف أو انتهاك صارخ لحق التنقل وحرية التنقل للمواطنين. يجب أن تكون مناطق السلطة الشرعية مثل ما فرح اليمنيون كلهم بتحرير مناطق عدن والمناطق الجنوبية، يجب أن تكون هذه المناطق على الأقل من باب الوفاء أيضا للمواطن اليمني الذي استقبل أخوه من المناطق الجنوبية الفارين من جحيم الحرب أثناء الغزو الحوثي لهذه المناطق، أن يجد في هذه المناطق بعد تحريرها ملاذا آمنا يستطيع أن يتنقل فيها أو أن يبحث عن لقمة العيش في ظل الوضع المأساوي الذي يعيشه اليمنيون تحت سلطة ميليشيا الحوثيين في مناطق الشمال. نعم، إذن أستاذ محمد أنت والسادة المشاهدين اسمحوا لنا بالذهاب لهذا الفاصل القصير ثم نعود إليه.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ محمد. أستاذ محمد، يعني لو تحدثنا عن فكرة مطار صنعاء مغلق بقرار من التحالف والحكومة لأنه تحت سلطة الحوثيين ورفضوا تسليمه للأمم المتحدة للإشراف عليه، مع ذلك نجد قيادات الحوثيين تسافر في كل مكان، ربما يعني محمد عبد السلام علمنا أنه في الرياض، ثم شاهدنا صورا لهم في هنا في تركيا، يعني يذهبون إلى مسقط، يذهبون إلى إيران، إلى الأردن، المجال كله مفتوح لهم. يعني في هذه الحالة من المعاقب؟ يعني من الحصار على من؟ فعلا سؤال، يعني سؤال مطروح، ولكن أعتقد أنه المطالب بالإجابة عليه للأسف الأخ وكيل وزارة حقوق الإنسان، مع تقديري لجهوده ولجهود طاقم وزارة حقوق الإنسان، ولكنه حاول التهرب أيضا من هذا السؤال، يعني بالحديث عن أنه كان مطار صنعاء جسر لتنقل الخبراء الإيرانيين لدعم الميليشيا الحوثية ما قبل عاصفة الحزم، لكن بعد أن أصبحت أجواء اليمن كلها تحت رقابة التحالف العربي الذي يثير التساؤل والاستغراب فعلا والحيرة لدى اليمنيين، وفي نفس الوقت الشعور بالغبن، هو كيف يمكن لقيادات الميليشيا التي صدر بحقها لائحة مطلوبين وقررت يعني قيادة التحالف العربي يعني مكافآت لمن يدلي بمعلومات عنهم، بينما هم يتنقلون بأريحية من مطار صنعاء وتحت نظر التحالف العربي، ويذهبون أيضا حتى كما تشير بعض التسريبات إلى مدن يعني معروفة، بما في ذلك الحديث أيضا حتى في وقت سابق عن انتقال قيادات ميليشيات الحوثيين إلى ظهران الجنوب وإجراء مباحثات، والآن حديث عن مباحثات سرية أيضا مع قيادات في التحالف العربي. هذه في الحقيقة معيب يعني في حق التحالف العربي، واليمنيون يشعرون بالغبن إزاء هذا السلوك. يعني كيف يمكن لهذه القيادات التي تبطش بالمواطن اليمني في الداخل أن يكون أن تكون وتقيد حركة اليمنيين حتى في زيارة أقاربهم وتضعهم في سجن كبير في مناطق سيطرتها، ثم تتحرك بكل أريحية في طول العالم وعرضه وتذهب أينما تشاء؟ هذا مجحف في حق الإنسانية وفي حق القانون وفي حق خاصة الإنسان. يعني ونحن نعلم كيف كانت الرحلات المسيرة تحت إشراف التحالف، هناك توقف في مطار بيشة وتفتيش دقيق يعني لكل ما يذهب ومن يأتي، وربما كانت يعني نوعا ما تفريج للمرضى، للطلاب، لمن يريد أن يعني على الأقل لا يقطع اليمن يعني من العالم بهذا الشكل. لا نقول أنه يعني في الحقيقة لا نريد حتى أن نتهم الشرعية أو التحالف العربي بالتواطؤ أو بدعم أو مساندة ميليشيات الحوثيين، نعم ليس إلى هذا الحد، ولكن لا يوجد رؤية بصيرة، أيوة لا يوجد رؤية واضحة للتعامل مع هذه الملفات. يعني يجب أن يكون هناك ترتيب للأوراق. هل تظن أن هناك تقصير أيضا من الحكومة في عدم الضغط في هذا الجانب؟ إما أنه تقصير أو غياب رؤية كما أشرت، يعني لا يعرفون ماذا يتصرفون وكيف يتصرفون، يعني لا يعرفون ما هي ممكن الخطوات الإجرائية التي تضيق الخناق سياسيا وقانونيا على قيادات هذه الميليشيا. هذه الميليشيا أبعد من ذلك للأسف، هناك تحركات يعني بأريحية لتنقلات عسكرية، يعني استعراضات عسكرية، ويتنقل قيادات الميليشيا لحضور هذه الاستعراضات من مدينة إلى أخرى، ومع ذلك يعني يتم غض الطرف عن هذه التنقلات وإتاحة الحرية التامة ل يعني استعراضات العسكرية ونقل آليات عسكرية. يعني صحيح هناك استهداف أحيانا لبعض الجبهات، ولكن على الأقل في معركة خطيرة ومهمة بحجم استعادة دولة وقعت في قبضة ميليشيا حوثية، وهذه الميليشيا كل يوم توطن مشروعها في الواقع وتفرض سلطتها كأمر واقع، ويتعذر إسقاط هذا المشروع الفاشل لهذه الميليشيا يوما بعد يوم، يجب أن يكون هناك إجراءات صارمة ومتزامنة تجعل أو تعجل أو تسرع من وتيرة إسقاط مشروع هذه الميليشيا وإنهاء سيطرتها وإنقاذ المواطن اليمني من الممارسات التعسفية والقمعية لهذه الميليشيا. نعم، اليوم أستاذ محمد أفرجت ميليشيا الحوثي على الكاتب عبد الكريم الرازحي بعد يوم من اعتقاله ومجموعة من الكتاب الأدباء الذين قرروا المشي ونقل يعني صوتهم عبر المشي والتنقل في المحافظات، اعتقلوا في آنس ذمار. برأيك لما هذه الرغبة الجامحة في إسكات أي صوت، في إحكام قبضة حديدية أمنية حديدية على الناس، لا يريدون أي تحرك تنويري ولو يعني على أبسط أو يعني مستوى؟
يعني أخت آسيا اسمحي لي أولا أن هؤلاء الأشخاص الرازحي مع تقديري له كشخصية ثقافية، ولكن في لحظة فارقة كان موقفهم بائسا وكانوا جزء من الدعاية الإعلامية للانقلاب على السلطة الشرعية وعلى يعني وعلى الدولة اليمنية للأسف الشديد في لحظة فارقة. وأنا أقول هذا ليس من باب التشفي على الإطلاق، ولكن لتكون الأمور واضحة بالنسبة لنا جميعا وللمشاهدين ولليمنيين وللتاريخ. كثير من الناس كانوا جزء من الدعاية الإعلامية للميليشيا الإنقلابية ولإسقاط الدولة وللإنقلاب، وعندما أخذت هذه الميليشيا في التوسع وفي توطين مشروعها أصبحوا هؤلاء يعني ضحايا جدد، بينما كانوا من قبل جزء من أدوات المشروع الإنقلابي في البلاد. هذا السلوك أيضا في اعتقال شخص كان يذهب أو يحاول الخروج من حالة الإحباط واليأس التي فرضتها الميليشيا على كل المواطنين اليمنيين، ويتمشى في الجبال مع رفقة مجموعة من أصدقائه ثم يلقى القبض عليه ويودع في السجن ويطلق سراحه. يعني في الحقيقة يعني هنا اختبار آخر يعني لمدى إمكانية التعايش مع هذه الميليشيا حتى ممن كانوا يوما ما جزءا من آلتها الإعلامية. هل تعتقد أيضا أنه أستاذ محمد يعني رسائل للمجتمع، يعني من حاول أن يعني يتحرك ولو بنور شمعة، يعني سنسكت يعني لا تفكروا بالخروج هنا أو هناك، يعني هي تخويف. رسائل للمجتمع، ولكن في نفس الوقت هذه الميليشيا هكذا بطبعها، طبيعة الميليشيا بهذا الشكل. كنا نقول منذ وقت مبكر للإعلاميين الذين انخرطوا في ماكينة الدعاية لهذه الميليشيا والتحريض على القوى السياسية وعلى الصحفيين، نقول لهم إنه في يوم من الأيام هذه الميليشيا ستضيق ذرعا بكم. واليوم نشاهدهم يكتبون، ولكن يعني بنفس ما كنا نحذرهم من قبل سنتين وثلاث سنوات، ولكن للأسف الوضع أصبح يعني تعيش، وأصبحوا هم أيضا جزء من الضحايا مثلما كنا نحن جزء من الضحايا، وكانوا هم يسخرون ويعني لا يعبؤون، وكانوا جزء من ماكينة الدعاية لهذه الميليشيا. طبيعة هذه الميليشيا بتكوينها الثقافي والسياسي والأيديولوجي وبتاريخها المظلم يعني لا تقبل التعايش مع الآخر. أي محاولة للحياة، للبحث عن الحياة، للمجتمع اليمني، الإنسان اليمني، تراه هذه الميليشيا شيء كبير ولا يستحق الإنسان اليمني، ولذلك ضيقت معايش الناس في مناطق سيطرتها، وأصبحت نعم. الحياة جحيم بالنسبة للسكان في مناطق سيطرة نعم. الميليشيا. إذن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الصحفي حسين الصوفي من مأرب. مساء الخير أستاذ حسين. أهلا بك معنا أستاذ حسين. برأيك كيف تتابع المضايقات الأمنية من قبل الحوثيين على المسافرين وعلى أصحاب مكاتب النقل؟ هذه تعتبر جريمة من الجرائم التي تمارس، ولا يسعى لفعلها إلا ما تفعله سلطات الاحتلال الصهيوني في ربما في فلسطين. أما بقية الدول لا يجوز أن يتم مضايقة الناس بهذا الشكل، يعني البالغ في الجرم، البالغ في الوحشية، البالغ في ملاحقة الناس، البالغ في وضع الناس كلهم كأنهم متهانين أو كأنهم مجرمين. ما تفعله ميليشيا الحوثي جريمة خطيرة جدا. هم ينصبون الآن معابر بين الطرقات وبين أيضا المدن، يقومون بنصب نقاط أمنية، يعني يشككون في المواطنين، يلاحقونهم، يبتزونهم. هذه جريمة خطيرة وجريمة أيضا مرصودة، وهي انتهاك يجب أن يحاسبوا عليه في المستقبل، ولا يجب أن تمر مرور الكرام، لأنه يعني هناك تضييق على معيشة الناس، وتضييق أيضا على حريتهم، وتضييق أيضا على من يريد أن يخرج من تحت حكمه وتحت سيطرتهم، وهذا هي ربما أشد أنواع التوحش والإجرام. نعم، هل لديكم أي أخبار حول أشخاص مدنيين تم منع وصولهم إلى مأرب أو عانوا أو حاولوا أن يتنكروا حتى لا تعرف هوياتهم وواصلوا بعد معاناة؟ كثيرا ما نقلنا ربما في خلال الثلاث سنوات، ننقل باستمرار ما يتم في النقاط الجرامية التي ينصبها الحوثيون في مثلا في مدينة رداع أو في غيرها من المناطق المحيطة ب محافظة المأرب والجف مثلا، إما في صنعاء أو في طريق يعني رداع ودمار، وهناك ابتزاز كبير جدا. يعني نحن رصدنا أكثر من حالة، ربما عشرات ومئات الحالات تتم رص الناس في إنزالهم من أحيانا ينزل الباص النقل البري النقل الجماعي من صنعاء محملا
احتراز الافراد، ثم لا يصل الى مارب الا على متن 10 او 20 شخصا، بينما يقومون باخراج نعما في البعض في رحله مثلا من الرحلات. رصدنا ان هناك تم اخراج اسره كامله مكونه من 5 نساء وطفل، ولا يوجد لهم عائله، او اجلسوهن في الطريق لم يسمحوا لهن حتى بالذهاب الى الفندق. وهذه الحاله سجلت، رصدها ناشطون في دمار، وذهب الناشطون من مدينه دمار حتى وصلوا الى تلك النقطة، وكانت قد منعت هذه الأسرة لأكثر من 12 ساعة حيث كانت مسافرة في الليل، حتى الصباح لم يسمح لهم بالعودة ولم يسمح لهم حتى بالخروج ومواصلة طريقهم إلى مارب. ثم بعد وساطات واتصالات من بعض المشرفين الحوثي أعادوهم إلى مدينة دمار بحجة أنهم سيذهبون إلى أسرهم أو إلى أزواجهم في مارب. هذه جريمة بكل المقاييس، وهناك عشرات الحالات، هناك مثلا من يتم اختطاف أبنائهم الصغار. نحن مثلا رصدنا جريمه الخطاب قبل اسبوع لابن احد الصحفيين المرموقين، وتواصل معنا ان ابنه في الطريق الى مارب، وبعد يعني اكثر من 17 ساعه او 18 ساعه اتصل بنا هل وصل، لم يصل. اتضح فيما بعد انه لدى ميليشيا الحوثي هناك، لا جرم له ولا ذنب له، فقط انه يعني وجدوا طفلا في طريقه الى مارب. كثيرا ما تحدث هذه الجرائم، وابتزاز الناس وانزالهم ومنعهم من الطعام، منعهم من الشراب احيانا، منعهم من يعني اهانتهم بشكل بالغ الوحشيه، اهانه النساء، اهانه الاطفال. كثيرا ما تسجل هذه الحالات ويكتبها اصحابه على الفيسبوك، وهذه جريمه يجب ان تؤثر بشكل ممتاز. وانتم تفعلون اليوم عمل ممتاز في هذه الحلقه، لان هذه الجريمه هذه غائبه بشكل كبير عن تناولها وتوجيهها بشكل تستحق. نعم أستاذ حسين، يعني كيف تعلق على مسألة إغلاق مطار صنعاء على المواطنين والسماح أو يعني مشاهدتنا ومتابعتنا لكثير من القيادات الحوثية يعني وهي تتنقل في عواصم العالم؟ من أمام من يتنقل هم يعني يتنقل الذين يهربون من يعني بشكل او باخر، الذين يخرجون بشكل او باخر، يعني الذين يتنقلون بالمفتوح يتم نقلهم عبر طائرات المبعوثين الامميين او عبر الدبلوماسيين الذين يخرجون من اليمن، هؤلاء هم الذين يتنقلون. اما الشعب اليمني لم يتنقل احد، لم يخرج احد من المطارات، ولم يسمحوا لاحد من المرضى، ولم يسمحوا بل لم يقبلوا باسعاف المرضى الذين يتواجدون في السجون والزنازين، وايضا لم يقدروا بفتح المستشفيات العامة للمرضى من الشعب اليمني، هم يغلقونها فقط لأنفسهم. وبالتالي الوضع الإنساني الذين يتحدثون أو حينما تظهر بعض الأطراف سواء كانت من الأطراف الدولية أو من قبل الحوثيين التحدث بالوضع الإنساني، هناك يعني إغاثات تحاول الدخول إلى العاصمة صنعاء أو إلى بعض المحافظات التي هي تحت سيطرة الحوثيين، فيقوم الحوثيون أنفسهم يعني نهب هذه الإغاثات ونهب هذه المعونات والمساعدات والأدوية وغيرها وبيعها لمن أرادوا فقط بيعها، ثم نهب البقية. يعني نحن نشهد اليوم أزمة خانقة في القائد، بينما أنا كنت قبل أسبوع في محافظة الجوف ورأيت سربا طويلا من القاطرات، هذه كلها كانت تمنع من دخول صنعاء حتى يتم تولدها إلى محلات الحوثيين التي فتحت وقد نقلها مركز العاصمة أونلاين بالاسم لأصحاب التجارات تجار الغاز الذين يبتزون المواطنين في أمانة العاصمة. هذه عصابة يعني بالغة الإجرام، وهناك تجد سندا دوليا يتحدث بالوضع الإنساني، بينما لم يتم فعل أي شيء للإنسان اليمني على الإطلاق. يعني كانوا قبل أثناء يعني قبل سنة ربما حينما كانت الشرعية باتجاه الساحل الغربي، حينما كانت المعارك تتجه باتجاه حسم الساحل الغربي، ارتفعت الأصوات حتى من أصوات دولية أن هناك مجاعة في الحديدة، ثم حينما توقفت العمليات لم يتم إغاثة الحديدة، ولم يتم أيضا يعني أين ذهب الجوع الذين كانوا يتباتون عليهم في الحديدة، لم يتم إطعامهم، هل شبعوا مثلا حينما توقف الجيش الوطني؟ هذه كلها أكاذيب يتم التلاعب بالملف الانساني للاسف الشديد على حساب القضايا يعني وتسليمها، وفي حقيقه هناك يعني الرابح والمستفيد الاول هم الحوثيون.
نعم، إذن شكرا جزيلا لك حسين الصوفي الصحفي، كنت معنا عبر الهاتف من مأرب. عودة إليك أستاذ محمد. أستاذ محمد، من ملاحظ أن الحوثيين جرفوا المجتمع، الدولة أحكموا قبضتهم في مفاصل الدولة، ما أثر ذلك حتى بعد الحرب أستاذ محمد؟ يعني للأسف الميليشيا الحوثيين منذ 3 سنوات عملت على تدمير كل قيم المجتمع، وسيترك حتى بعد إسقاط هذه الميليشيا ورحيلها تترك ندوبا كبيرة وعميقة في الجسد اليمني، مزقت النسيج الوطني ودمرت أواصر القربة بين الناس وبين المجتمع اليمني، وأثارت نوع من التوجس بين الناس والخوف، عندما أصبح حتى يتعذر على الناس حتى انتقاد أي سلوك عدواني معذرة أو سلوك فاشي أو ظلم من طرف هذه الميليشيات، لأنه يخشى أن يتم الزج به في السجن وتعذيبه، وأحيانا الناس يخرجون من السجون من سجون هذه الميليشيات جثثا، يعني فارقوا الحياة تحت وطأة التعذيب الشديد. إذن حتى بعد إسقاط ورحيل هذه الميليشيا أعتقد أن أمام اليمنيين مهام وتحديات كبيرة، أولا في إعادة تأهيل النفسيات التي قهرت بسبب القمع الوحشي لهذه الميليشيا. هذه الميليشيا لا تعرف سوى الجبايات والحصول على الأموال كيفما اتفق، وقمع الناس ومصادرة حقوقهم وحرياتهم. لنا أن نتصور كيف الآن بعض الأشخاص الذين يخرجون من سجون ميليشيات الحوثيين ويتحدثون بمرارة كبيرة عن اليومياتهم التعيسة التي قضوها داخل هذه السجون، كيف يمكن أيضا أن يعيش المجتمع أو يحكي المجتمع اليمني أو يعاني من آثار القبضة الحديدية التي فرضتها هذه الميليشيا على مدى 3 سنوات، حرمته من أبسط الحقوق، اتخذت المدارس و يعني ثكنات عسكرية ومنعت حق الناس من التعليم وحق الأطفال من التعليم، حرمت الناس من حق الحياة والحصول على الخدمات الأساسية في الحياة، إنها إذن مارست أبشع أنواع التنكيل بحق المجتمع اليمني. وبالتالي أعتقد أن أمام اليمنيين مهام كبيرة وصعبة للتخلص من الآثار السلبية التي تركتها والندوب العميقة في جسد المجتمع اليمني وفي روح وهوية المجتمع اليمني. نعم أستاذ محمد، أخيرا يعني برأيك ما هو دور الحكومة في كل هذا العبث الحاصل للمواطنين؟ يعني الجميع يعني يظن أن الحكومة يعني هكذا هي تتفرج على الأحداث وكأن الأمر لا يعنيها، طالما هي في مأمن هي وعائلاتها، فبالتالي المواطنون الذين بالداخل والذين يتجرعون كأس الذل والمرارة من الحوثيين لا أحد يسأل عنها. أختي العزيزة، أن تغادر غرف الفنادق فورا وأن تعود إلى مناطق التي حررت. اليمنيون كانوا يؤملون أن تكون المناطق هذه نموذجا للحكومة ولعودة القانون وسيادة القانون. تضحية اليمنيين منذ 3 سنوات يجب ألا تذهب هدرا. قدم اليمنيون أرواحهم ويعني دماءهم في سبيل الخلاص من هذه العصابة الكهنوتية والانقلاب الفاشي، وعلى الحكومة اليمنية على الأقل من باب الرد الجميل لتضحية اليمنيين أن تسارع إلى إعادة الاعتبار لمفهوم الدولة ولحقوق الإنسان وللقانون وللآدمية التي سحقتها هذه الميليشيا وهذا الانقلاب الفاشي، أن تعود إلى المناطق التي حررت وتبدأ تدريجيا بإعادة الحياة للناس. وأنا على أمل كبير وتفاؤل كبير أيضا، واليمنيون بصبرهم وجلدهم إن شاء الله سيتجاوزون هذه المحنة وهذه المتاعب، وسيعود اليمن قويا، وستعود الدولة اليمنية والنظام الجمهوري، وستذهب كل هذه الميليشيا وجرائمها إلى مزبلة التاريخ، ولن يتناسى اليمنيون ولن يتساهلوا في محاسبة هذه الميليشيا على جرائمها التي ارتكبت بحق المجتمع اليمني. إذن أستاذ محمد الأحمدي الصحفي والناشط الحقوقي، شكرا جزيلا لك لوجودك معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لن ألتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.